صحيح. وليس يعني ايه؟ هذا الامر. نعم تبي تقولي الان على الموضوع هذا، انا ايه؟ قاعد اقول لك يعني هذا قوانين اخذتوها وعدلتوا فيها، هذا غير تم كافي. تعديلها. اولا مع الحكومه ما كانت في البدايه متقبله، مثل ما تفضلتي قبل 78 كانت المرأة الكويتية مثل الرجل، تاخذ ايه؟ تاخذ لها بيت، تقدم طلب وتاخذ بيت. نعم. بعد 78 نعم انقلب الامر، صار طلع قرار من وزير الاسكان انذاك ب 79 قال نعم. حتى المرأة الكويتية اللي عندها بيت وما انتهت مديونيته يتحول الى بدل ايجار. عرفت شلون؟ يتحول بدل ايجار، ما تاخذه، ما تصير لها ملك. انزين وظلوا يتقبلون كمؤسسة رعاية سكنية، تتقبل من المواطن الكويتي اللي متزوجة من غير أجنبي طلبات ل 89 إلى 89 قالوا يبا مالك المرأة ما لها أي ما طلب. نستقبل. زين هذا الموضوع اليوم اللي طلبت الحين هالفترة، هذا اللي قلت أنا اليوم اللي قاعد يحصل، أو بمعنى هذه التعديلات اللي دخلناها هذه، يعني تبي أيضا تبي تحاول خطوة أولى، قاعد أقول لك بأن يكون هناك حل لأختنا وأمنا وزوجتنا اللي أو بمعنى المرأة الكويتية بشكل عام اللي ما غطاها القانون الحالي الآن أو السابق، اللي مو اللي طلع اللي قبل. اللي قاعد أقول لك أنا المرأة مثل المرأة الكويتية مو متزوجة، أنا ضربت مثل في المجلس، قلت لهم في مشكلة اجتماعية ما حد يدركها، كويتية ما جاها نصيب زين وكبرت وامها وابوها انتقلوا رحمه الله وعندها اشقاء ثلاثه اربعه، الاشقاء كل واحد تزوج اخذ بدل سكن او بدل ايجار راح، وبعضهم طلع لها بيت، وهي تظل تعيش وين؟ ما عندها مكان، بيت ابوها لان لها نصيب بهذا البيت. واحد من اخوانها يرفع دعوه يسمونها دعوه البيوع، يقول يبا انا محتاج، انا هذا اللي نصيب بيت ابوي وانا ابي يبيعون هالبيت وتوزع علينا. نعم. يقدر بروحه ها يرفع دعوه، فالمحكمه تمتثل لهذا الطلب ويعرض البيت بالبيوع بالمزاد، ويشوف عاد البيت مستواه اذا كان بيت صغير. نعم. مساحته مدى يعني شلونه، زي بيت حديث او قديم. نعم. هني انباع البيت فرضا، توزع الحلال بين الاخوان، بيطلع لها هذه تعرفين يعني من ناحيه الشرع انها المراه لها النصب، صحيح، يطلع لها حوالي 10,000 دينار، 20,000 دينار. صحيح. هل هال 20,000 دينار هذه تقدر تجيب لها شقه او تشتري بيت؟ طبعا لا، ما تقدر. ما تقدر. شنو الحل؟ اخذت نصيبها. طيب. ها وين تبي تسكن؟ البيت انباع، ما عندها زوج، ما عندها اهل. وبالتالي اليوم ايضا في نص دستوري انا يحضرني. نعم. اعتقد الماده ابو محمد خليني اقرا لك اياها بس. ها عندنا الدكتوره سلوى الجسار. نعم. على الهواء معطلينها من زمان. نقول الو. الو مساء الخير، مسي عليك. هلا مساء الورد، هلا فيك دكتوره، شلونك؟ مسي على ضيفك وعلى الساده المشاهدين. يسمعك. اي اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك دكتوره سلوى، حياك الله. شلون صحتك؟ يا هلا فيك، حياك الله. الله يعطيك العافيه. لا اقول لا تقصر عنهم، عادك انت ما شاء الله وزير سابق ومستشار. لا بس ما راح اقول، ما راح نتجاوزكم انتم اللي قمتوا فيه، لا لا اللي قمتوا بالواجب في اللجنه. لا لا الله يسلمك، فضل جهود الجميع. الله يعطيكم الصحه والعافيه. يعطيكم العافيه كلكم يا دكتوره سلوى. الله يعافيك، الله يسلمك. ابيك تقولي لي عن قرار حقوق الرعايه السكنيه اللي صار، سبحان الله، كان يوم الثلاثاء الاستجواب، تم ثاني يوم بالاجماع كلكم، عسى ان شاء الله يوحد القلوب في الايام القادمه، نفس الاجماع اللي صار على اقرار حقوق الرعايه السكنيه. كلمينا يا دكتور عن الموضوع. الله يسلمك، مشكوره اختي فاطمه على اتاحه الفرصه على هذه المداخله. طبعا يعني جاء هذا الاقرار امانه، قلنا نفرح الشعب الكويتي عقب ما يمكن عاش الشعب الكويتي ازمه الاستجواب، لكن ودنا نطمئهم يعني الاستجواب يظل اداه للمساءله السياسيه، الكل يحترم هذه المبادرة. نعم. طبعا هذا القانون أمانة أيضا نقول ألف مبروك للمرأة الكويتية. هذا القانون يعني يمثل إنجاز كبير ضمن حزمة التشريعات والتعديلات التي يعني يقدمها أو قدمها مجلس الأمة 2009، وهذا أيضا يعني سجل نقطة مضيئة في
التعاون ما بين السلطتين. نعم. هذا القانون طبعا يركز على موضوع يعني الاهتمام بالمرأة الكويتية، بحيث أنه يعني أعطى لها الحق في الحصول على الرعاية السكنية باعتبارها مواطنة، كفل لها الدستور الحقوق من هذا الجانب. نعم. إحنا اللي عملنا أمانة في لجنة المرأة والأسرة يعني منذ ما فزنا في شهر 5/2009، يعني قمنا بمراجعة كل القوانين المتعلقة في المرأة. طبعا احنا مو بس في قضية الإسكان، لكن عندنا ايضا تشريعات متعلقة بالخدمة المدنية، تشريعات متعلقة بالتأمينات الاجتماعية، إقامة الأبناء الأجانب اللي هم أمهم الكويتية، قضية ايضا الخدمات الصحية. نعم. ولله الحمد عندنا قوانين الإسكان خذت الموافقة بالإجماع في كمداولة أولى ومداولة ثانية، وهذه القوانين يعني هي حصيلة تعاون مشترك بدأ في لجنة المرأة وانتهى بطلب تشكيل لجنة ما بين المرأة والإسكان. نعم. ولله الحمد احنا يمكن أقرينا مجموعة من المواد اللي موجودة في القوانين الأصلية في الرعاية السكنية، وهو طبعا هما تعديل بعض المواد او اضافه بعض التعديلات اللي موجوده. نعم. في القوانين الاصليه اللي هو قانون 47/93. نعم. والقانون الاخر اللي هو قانون اللي هو البنك التسليم. نعم. انا بقولش بس بشكل سريع جدا، بالنسبه للتعديل الاول هو ان احنا وافق المجلس على تعديل احكام قانون 47/93 اللي هو شمول بعض فئات المواطنين والمواطنات والمواطنين الكويتيين اللي لم يشملهم قانون الرعايه السكنيه، بذلك زدنا رأس مال بنك التسليف. نعم. إلى 3000 مليون. هذا اللي راح نتكلم فيه بعد شوي مع أبو محمد. أبو محمد أخصص منه هذه الزيادة، خصصت هذه المادة الموافقة. نعم. 500 مليون دينار لتغطية الأعباء المالية. نعم. لأنها تشمل فئات المواطنين والمواطنات اللي ممكن يعني تقدم لهم الرعايه السكنيه، رعايه من ضمن اللي هو بنك التسليف والادخار. عارفين ان الرعايه السكنيه ترى تقدم من جهتين، اللي هو الهيئه العامه للرعايه السكنيه. نعم. اللي لها شروطها وضوابطها، وعندنا بنك التسليف والادخار اللي هو يمنح القروض. نعم. الحين هذه الماده تتعلق بما يقدمه اللي هو امكانيه الحصول على قرض من خلال بنك التسليف والادخار بتعديل هذه الماده. نعم. المواد الاخرى حوالي احنا عندنا 7 مواد اللي تتعلق بالرعايه السكنيه، وهذه تشمل ايضا تعديلات على مواد موجوده في قانون الرعايه السكنيه، بحيث انه يتيح ان الرعايه السكنيه تمنح لفئات اخرى جديده للمواطنه الكويتيه. طبعا ما يحصرنا احنا نعددهم، لكن اللي هو ما يتعلق بانها يمنح لها الاجار بيت بحق الانتفاع من خلال يعني ايجار رمزي، وهي الكويتيه قيمه مخفضه. نعم. قيمه مخفضه إيجارية بقيمة مخفضة. نعم. أيوة بقيمة مخفضة. عندك الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء، الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها أي أبناء لكن زوجها مقيم ومضى على إقامة 5 سنوات. أنا بعطيش على سبيل المثال طبعا ما يحضرني. نعم. طبعا أيضا هناك دشت معاهم فئة الكويتية الغير متزوجة، يعني ما الله واحد كتب لها نصيب، وهذه ما كانت يعني واضحة جدا في القانون اللي موجود. أيضا عندنا الكويتية المتزوجة والأرملة، وايضا كويتيه متزوجه وارمله يكون لديها اولاد. فكل مسميات المراه يمكن اكثر من 13 مسمى، لان احنا نراجع المواد هذه حرصنا كل الحرص ان احنا طلبنا من الرعايه السكنيه تعطينا كل فئات النساء اللي ممكن يعني يكونون تحت مظله هذا التعديل. نعم. الى جانب ان احنا لا نريد ان يعني نهضم حقها في حصول على، تبقى هي مواطنة كويتية لها حقوق كفلها الدستور، وبالتالي يعني الظلم اللي شعرت فيه المرأة طوال هذه السنوات، وخاصة في بعض الحالات الاجتماعية فئة يعني المطلقات. شاكرة لك دكتورة سلوى على هالإضافة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا وما قصرت، وإن شاء الله احنا نترقب ونطلع إلى قرار قوانين تعزز من وتمكن المرأة. أيضا عندنا اجتماع لجنة المرأة الساعة 12 للاتفاق النهائي على المراجعة النهائية لقانون المرأة في الخدمة المدنية. نعم. وهذا طبعا كان تم التصويت عليه مداولة أولى. نعم. الله يعطيك الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة. شكرا جزيلا على المداخلة الإيجابية. سمعت يعني أنا سمعت كلامها طبعا، ويمكن وفي نفس السياق. نعم. وبالتالي يعني أحب أني أنا أشيد في أخواتنا النائبات وأيضا أعضاء لجنة المرأة معهم الأخ علي الراشد، ومن تولى من النواب هذه اللجنة
اللي طبعا انتهت يعني باكورتها او انتاجها في هذا القانون. نعم. وضروري التوافق الحكومي مع الاقتراحات هذه، لان اي امر ما في توافق انا من الصعب انه ينجح. نعم. حقيقة طبعا يعني صحيح. لان هذا امر يتعلق ب نص دستوري، يتعلق بمواطنة كويتية، أمر شوفي شلون الآن حتى هذا قدرنا بالتفاهم بطولة بال أن نقدر أن ناخذ موافقة الحكومة. وأحب أني أنا أشيد في الشيخ أحمد الفهد باعتبار أنه هو مسؤول عن الرعاية السكنية والمؤسسة اللي كان أيضا له يعني جهد فيما يتعلق بإقناع الحكومة على هذا الأمر، لأن هذا الأمر الآن تم تعزيز ميزانية بنك التسليف والادخار بمبلغ 500 مليون دينار كويتي. نعم. واشترطنا بالقانون ال 500 هذه. لو نرجع شوي تجاوبني على السؤال، وراح بني سؤال عن ال 89 نشوف الحين الطلب. نعم. الطلب راح واحدة قدمت طلب في الفترة هذه اللي قلت عليه 89 وما يسبق 89 والطلبات وقفت 89 في الحالة هذه. بعدين مثلا إذا كانت من زوجة غير كويتي هي قدمت طلب زوجة غير كويتي وخذ الجنسية في الفترة، فأي فترة من الفترتين اللي تم يعني اعتماد الطلب حتى تأخذ القرض الإسكاني أو هم حسب القانون هني وحسب ما الاخوان ايضا يعني انه يقول يعني انا قرالت ويعني بينص على انه تحسب اولويه طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسيه الكويتيه التي كانت لهم طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 89. الموضوع اللي تكلمنا كويتيه كان عندها طلب قبل او قبل ذلك الحصول على الرعايه السكنيه اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسيه الكويتيه. يعني ليش عقب هذا ما يحصل الجنسيه؟ هذا السبب. هذا ما انتهت له يعني هو يحاولون ان يحطون فيه نوع من المساواه مع الكويتيات اللي تتزوجوا ايضا بعد 89 فبيحطونها على ان رب الاسره الزوج صار كويتي فبالتالي من تاريخ حصوله على الجنسيه الكويتيه. نعم. ما يعني وبعدين مثل ما قلت لك انا إذا كان الطلب باسم الزوج ها سبدأ الأجار مو مثل القانون الحالي مخفض ما مخفض ها راح على طول يدش بدل الأجار الطبيعي العادي راح ياخذ قرض على طول. وبعدين الهدف منه مساواة لأن بعد 89 وقفت الحكومة أي طلب للمرأة الكويتية. ما الأسباب ما ندري إحنا عاد الأسباب، لكن هذا الأمر صار في توافق نيابي من الاخوان بلجنه المراه والخوات بلجنه المراه مع الحكومه. نعم. فاحنا ما نبي ساعات نوقف قوانين هالنص هذا راح يوقف لنا القانون كله. فممكن في المستقبل القريب ندخل تعديل عليه ان نقول والله من تاريخ الطلب من تاريخ يعني ثقي تماما اليوم ما نبي نضع اي نقول ان العصا في الدولاب لايقاف القانون. نبي نحاول نمشي القوانين اللي كانت الحكومة في السابق متعنتة. نعم. بهذا الاتجاه اليوم في مرونة بموافقتها لقينا مرونة وبالتالي علينا أن نمشي. حتى أنا الأخوان بلجنة المرأة قلت لهم قلت بالجلسة هذا الأمر ليش بالتسعة وثمانين ليش خليتوا هذا الطلب كذي؟ فقالوا خلوها بتاريخ الحكومة وافقت على أن يكون في تاريخ حصول الزوج الغير كويتي على الجنسية الكويتية. نعم. لأن في بعضهم ما قدموا طلب في ذلك الوقت 89 تلقاها ما تزوجت تزوجت بال 91 فيخلونها على الزوج فيها نوع من المساواة أكثر من ال 89 ولكن أنا ماني راضي عليه لكن وافقت عليه عشان يمشي القانون. نعم. خلينا نستثمر ابو محمد الوقت معاك بكم. نعم. اكبر من فائده طبعا هالقانون هذا يقول لك في مثلب من المثالب احدى الصحف ذكرت ان والله احنا اذا كانت الاسره المراه الكويتيه تبتاخذ قرض من بنك التسليف يعطونها 45 فقط الف وهذا 45 ألف كان موجود في السابق. وإحدى الدكتورة محصومة صرحت في إحدى القنوات وقالت لا
70,000 راح يعطون المرأة. الآن إحنا نبي نستوضح ونستجلي الحقيقة، المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تبتاخذ لها قرض، راح يعطونها بنك التسليف 45,000، لأن المصدر صرح يقول لك وفق اللائحة عندنا راح نعطي يتم صرف 45,000.